بالبارود والفرحة والأحضان، هكذا يستقبل سكان مدينة البيرين بالجلفة أبنائهم الخمس الذين كانوا مسجونين في تونس مدة قاربة الشهر وأفرج عنهم بقرار من مجلس قضاء سوسة. كنا في السيارة تاعنا ونمشوا، تعدينا الرومبا، تعديناها طول منها طول، ومولا التاكسيست كان داير في الرومبا، وكي مشينا قدام جينا نطلبوا منه السماح بدا يلكش فينا بالهضرة وعاير فينا بالهضرة ويشوف فينا بلي احنا من الجزائر ماشي منا، ومن بعد تقدمنا قدام نشكو به للحاكم، هو حبسني عند الحاكم، الحاكم جا سلم عليه، سلم عليك ما كذاك، ومن بعد رحنا نشكو به للحاكم، الحاكم دار علينا حنايا. قمنا بدورنا كمواطنين اولا لنكون مع اهلنا بداية، وشكر ايضا لكل من ساهم من قريب او بعيد في هذا الموضوع، وفي مقدمتهم الخارجية الجزائرية، السلطات الجزائرية على ما قدموا. الشباب الخمس الذين كانوا في رحلة سياحية حكم عليهم بستة أشهر سجن نافذة بسبب خلافهم مع رجال الأمن، وروى المفرج عنهم تفاصيل جديدة. دو بارف الريحة تاعي بارف، ديوها ديو حوي ساقط ديو الدبس قش تاعنا دونا قش دونا دراهم دراهم اللي ما على بالناش بهم مانيش عارف هذوك، رحنا داونا للمركز كتبونا شغل المحضر تاعنا كتبوه حدهم هنا سنينا بقى قلنا سنوا قلنا غدوا راهم يدوكم الوكيل ويطلقوكم يسيبوكم كما قالوهم قلنا يطلقوكم بعد دونا الجيور جيور تخوه هذه سيلونه دونا سيلونه بتنا فيها بعد غدوا رحنا قابلنا وكيله الجمهوريه امراه بعد دونا قالوا لنا شغل الجلسه تاعكم نهار ثلاثه قلنا ندوكم للحبس اليوم وجلسه نهار ثلاثه رحنا معاهم دونا الحبس مانيش صابرين واكيد اول مره ومانيش خاطينا وصلنا دخلنا الحبس ما فاهمين جاونا زوج ديري ربي يحفظهم مصبرونا ربي يحفظهم اعتزوا مبروك من تبس نشكرهم بزاف بزاف هذو اللي صبرونا بزاف وبدينا نهاراتنا حتى نحكمونا ست شهور بعد جلسه بجمعه بسمانه كاينه هذه قدام ربي حاسبني عليها ربي قال حاسبني عليها ربي يوم القيامه والله قدام 100 اورو به اطلقهم. قضيه المسجونين الخمس عرفت تعاطفا كبيرا من طرف الجزائريين واستقبلوا كالابطال بمسقط راسهم وتحولت قضيتهم حديث العام والخاص.